أهلا وسهلا، يسعد أيامكم كل خير. معكم أخوكم محمد بخاري من قناة شركة بروج العقارية على اليوتيوب. أخواني، اليوم راح نعرض لكم بإذن الله تعالى شقة مؤثثة بالكامل، أثاثها صراحة جميل ومرتب في منطقة بيليتلي شلكوي. طبعا شقة داخل مجمع سكني، مجمع فيها مواقف سيارات ألعاب أطفال، بالإضافة إلى حراسة أمنية ومدخل رئيسي للمجمع عن طريق الريموت. طبعا عندنا العمارتين، هذه الشقة اللي معروضة في البلوك بي، الدور الأول مثل ما انتم شايفين عامل فيها عوازل حتى الأشخاص اللي برا ما يشوفوا الأشخاص اللي موجودين داخل. الشقة اللي راح نعرضها لكم في الطابق الأول مساحتها 165 متر مربع. تفضلوا ويانا نشوف مدخل العمارة. طبعا العمارة جديدة، عمرها سنتين تقريبا، والشقة مستخدمة ما يقارب 6 شهور فقط. واصل لها الغاز الطبيعي، منطقة مركزية قريب منها المسجد، أيضا قريبة من مطار طرابزون. طبعا عندكم المدخل تبع العمارة فيها نظام الرمز، حط الرمز نشوف المدخل. طبعا هذا المدخل، الشقة اللي راح نصورها لكم في الطابق الأول. طبعا عندنا مصعد واحد يخدم العمارة بالكامل، والشقة اللي راح نصورها لكم في الطابق الأول رقم الشقة 3. تفضلوا نشوفوها مع بعض. وصلنا الآن للطابق الأول. طبعا الشقة مساحتها 165 متر مربع، وهي عبارة عن 3 غرف صالة فيها 3 دورات مياه بالإضافة إلى بلكونين. طبعا عندنا مصعد يخدم العمارة بالكامل، العمارة جديدة عمرها تقريبا سنتين، والشقة مسكونة يمكن 6 شهور فقط. عندنا هنا الغاز الطبيعي ممددة لجميع الشقق، واصل الغاز الطبيعي للمشروع. أول ما ندخل تفضلوا ويانا، ما شاء الله تبارك الله، مثل ما انتم شايفين مساحة كبيرة في المدخل. عندنا أجهزة التدفئة بعد موجودة في الممرات. طبعا هذا البوابة الرئيسية للشقة، نظام الأمان فيها عالي، عندنا انترفون عن طريق الكاميرا، هذا العداد الرئيسي للكهرباء. طبعا هنا عندنا زي ما انتم شايفين طاولة المدخل. الشقة مؤثثة بالكامل، أثاث صراحة جميل مرتب. تفضلوا ويانا نطلع للصالة. قاعدة جميلة صراحة، والمساحة كبيرة وشرحة، مستخدمينها بشكل جميل جدا. هنا عندنا طاولة الطعام، طاولة التلفزيون آسف. الركن هذا عندنا فيه طاولة الطعام مثل ما انتم شايفين، يعني المساحة كبيرة، أتوقع 8 أمتار في 5 أمتار تقريبا، أو 7 في 5 أمتار. طبعا عندنا الكنبات هذه اللي تتحول لسرر، ممكن تحولوها لسرر، ممكن تخلوها كنبات مثل ما انتم شايفين. طيب نطلع للبلكونة الجانبية. طبعا مساحة البلكونة أيضا كبيرة جدا مثل ما انتم شايفين، الأرضيات فيها سيراميك. طبعا عندنا هنا الجهاز الرئيسي تبع التدفئة اللي هي الكومبي، أيضا حاطين جلسة جميلة صغيرة مرتبة جدا. الواجهة الأمامية إطلالة كاملة على البحر. تفضلوا شوفوا ويانا، هذا من داخل البلكونة الأمامية، إطلالتنا على البحر مباشرة، نبعد عن المطار ما يقارب 5 دقائق. وعندنا أيضا جامع قريب من المنطقة. طبعا مجمع سكني متكامل والمجمع جديد. بالإضافة عندنا شيء مميز، طبعا هذا الجام. طبعا الجام هذا نقدر نسكره بالكامل، المنطقة اللي انتم شايفينها، وأيضا نقدر نخليها مفتوحة في أوقات الصيف. بالإضافة إلى أنه عندنا المادة العازلة هذه من الخارج، بحيث أنه اللي جالسين برا ما يشوف أحد داخل الشقة. تفضل ويانا نطلع للمطبخ. طبعا البلكونة اللي شفناها مشتركة بين الصالة والمطبخ. هنا عندنا المطبخ، أيضا المساحة فيها جيدة جدا. طبعا جميع الأجهزة الكهربائية متوفرة فيها مثل ما انتم شايفين، هذا طقم الفرن. بالإضافة إلى عندنا هنا الثلاجة أيضا متوفرة، ما شاء الله تبارك الله، إطلالتها أيضا جميلة على البحر من البلكونة من المطبخ مباشر. تفضلوا ويانا نشوف توزيع الغرف. طبعا هنا عندنا الغرفة الأولى، أيضا مساحة جيدة، مساحة الغرفة فيها سريرين بالإضافة إلى دولاب يكفي لشخصين. هنا عندنا الممر مثل ما تلاحظون تقريبا متر ونص. هنا عندنا دورة المياه الأولى،
نظام عربي أكرمكم الله، طبعا فيها شطافات جاهزة موجودة، أيضا عندنا الشفاط موجود. طبعا هنا نتوجه للغرفة الثانية، مثل ما تلاحظوا عندنا فيها سريرين للأطفال بالإضافة إلى دولاب فيها 3 أبواب تكفي لشخصين. وهذه البلكونة الثانية اللي ذكرناها لكم أيضا فيها نفس النظام، فيها الجام اللي يغطي البلكونة بالكامل بحيث أنكم تقدروا تستخدموها في الشتاء وتفتحوها ممكن في الصيف، بالإضافة أنه راكب فيها العازل بحيث اللي برا ما يشوفوا اللي داخل. طبعا وصلنا الآن دورة المياه الرئيسية، مثل ما شايفين هذه دورة المياه الرئيسية اللي تخدم الغرف الخارجية. ومنها نتوجه غرفة النوم الرئيسية، ما شاء الله تبارك الله هنا عندنا غرفة النوم الرئيسية، طبعا فيها سرير كومودينتين بالإضافة إلى دولاب مرتب، صراحة المساحة كبيرة أيضا، ولها دورة مياه خاصة فيها ممكن تشوفوها ويانا. أيضا مساحتها متواضعة ومناسبة جدا، فيها المغسلة المرواش بالإضافة إلى الكلوزيت. هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد.